فهم المنصات والمدارات. لمراقبة الأرض من الفضاء نحتاج إلى إطلاق الأقمار الصناعية بأجهزة استشعار عن بعد لتدور حول كوكبنا. لذا علينا أن نفهم مجموعة المدارات المتنوعة لاختيار المدارات المناسبة للاستشعار. بدأ فهمنا للميكانيكا المدارية في القرن السادس عشر من قبل علماء مثل كوبرنيكوس وغاليليو وكيبلر. يتم تعريف المدار الكبلي بست أجزاء من المعلومات، وأهمها ارتفاعها ومدى ابتعادها عن مركز الأرض الذي يحدد الفترة المدارية، أو مقدار الوقت الذي يستغرقه مدار الأرض وميله أو زاويته من 0 درجة عند خط الاستواء إلى 90 درجة في القطبين الشمالي والجنوبي. اعتماداً على القياس الذي يحتاج إليه مستشعر القمر الصناعي، يتعين علينا الاختيار من بين 4 أنواع من المدارات. المدار الجغرافي الثابت يستخدم في الاتصالات وتحليل الطقس بصفة مسترسلة. المدار شديد الإيلجية يستخدم للاتصالات ذات خطوط العرض العالية والأقمار الصناعية للتجسس. المدار الأرضي المتوسط يستخدم لأنظمة الملاحة الساتلية مثل GPS أو نظام غاليليو. المدار الأرضي المنخفض يستخدم للاتصالات ورصد الأرض. إن السواتل التي نضعها في المدار لا تسمح لنا بمراقبة الأرض من الفضاء فحسب، بل إنها تتيح أيضاً الفرصة لدراسة كيفية أداء الأجهزة في الفضاء خارج الغلاف الجوي للأرض وجاذبيتها. لذا أنشأ البشر سواتل يمكن أن تكون الحياة فيها ممكنة، مثل محطة الفضاء الدولية ISS، وهي مختبر ضخم لبحوث الجاذبية الصغرى والبيئة الفضائية. يجري فيها أفراد الطاقم عديد التجارب في مجالات البيولوجيا وعلم الأحياء البشري والفيزياء وعلم الفلك والأرصاد الجوية وغيرها من المجالات. وهو أكبر مدار للجسم في الأرض إلى جانب القمر، ويمكن رؤيته بالعين المجردة من الأرض.